التغطية مستمرة، وهذه المرة نأتيكم من هنا من هذا الصرح الشامخ مطار مسقط الدولي اللي يعيش كذلك احتفالات بالعيد الوطني. تابعت قبل قليل مرور مجموعة من فرق الفنون الشعبية، تفاعل المسافرين مع هذه الفرق وهذه الأجواء الجميلة. وإذا كنتوا سامعين على خلفية طبعا بثنا الآن مجموعة من الأغاني الوطنية مستمرة طوال هذا اليوم. معنا في هذه الأثناء الشيخ أيمن الحسني الرئيس التنفيذي لمطارات عمان، كل عام وانت بخير. وانت بخير وربنا يحفظكم، ونبارك للجميع هذا اليوم الجميل. تهنئة خاصة لمولانا حضرة صاحب الجلالة بمناسبة العيد 49، والحمد لله يعني أجواء نوفمبرية جميلة وراقية وجيدة، وأيضا سعيدين بتواجدكم في قناتكم هنا معنا في مطار مسقط. يا مرحبا وسهلا فيك، والشكر لكم كذلك على استضافتكم اليوم للشبيبة من هنا من مطار مسقط الدولي القادم إلى عمان. أول ما يطأ أرض المطار يمكن هنا يقدر يعيش أجواء 18 من نوفمبر من خلال استعداداتكم في مطار مسقط الدولي ومطارات عمان بشكل عام. كيف قدرتوا فعلا تعيشوا القادم إلى عمان هذه الأجواء النوفمبرية الجميلة؟ والله الأخوة في إدارة مطار مسقط قاموا بدور جيد وجهد جميل، قاموا بتنظيم هذه الفعاليات التي تشاهدونها اليوم منذ حوالي شهرين. وهذه الفعاليات طبعا تقدم سواء كان داخل المطار في المنطقة الجوية أو المنطقة الأرضية. طبعا مثل ما تفضلت، الزائر لسلطنة عمان هذه أول موقع يعني أو أول مكان يشاهده وآخر مكان، فيعني حرصنا أنه الاحتفال يكون منذ بداية وطأة أي زائر، سواء كان يعني عماني مقيم أو سائح أو ما شابه ذلك. نعم. وحرصنا على أيضا إبراز العادات، الجو الفلكلوري العماني. كانت هناك مشاركات جيدة من سواء كان جهات حكومية أو خاصة في الحفل، ولله الحمد يعني رأينا بسمة المسافرين على محياهم، والحمد لله يعني المنجزات اللي تمت في عمان منجزات الحمد لله طيبة وكبيرة، وإحنا حاليا يعني متواجدين في أحد أكبر منجزات السلطنة. أنت الآن ذكرتوني بافتتاح مطار مسقط، كان الاستوديو معمول في هذا المكان. نعم. ورجعتوني سنتين إلى الوراء يعني. نعم. وهذا بالضبط يعني الشيخ، نحن نختار مكان لبث التغطية الرئيسية لاحتفالات البلاد بالعيد الوطني 18 من نوفمبر، كان السؤال لماذا مطار مسقط؟ في الحقيقة اختيار هذا المكان لأنه من أضخم وأعظم المشاريع اللي تحققت على أرض السلطنة، وأكيد يحمل أهداف كبيرة. من خلال مرور سنة تقريبا على الافتتاح الرسمي لمطار مسقط الدولي، ومثل ما ذكرت وكأنه المشهد يعيد نفسه، في 11/11/2018 كان الافتتاح الرسمي لمطار مسقط الدولي، وكان هناك مجموعة من الأهداف. بعد مرور سنة الشيخ، نستطيع القول فعلا أنه مطار مسقط يخطو بثبات نحو تحقيق أهداف التي رسمت له؟ الحمد لله. طبعا كانت هناك أهداف منشودة يعني سواء كانت على المستوى المحلي أو الدولي. نعم. وتم يعني الوصول إلى يعني حوالي 90% من هذه الأهداف. أحد هذه الأهداف هو زيادة عدد شركات طيران. نعم. في مطار مسقط الدولي والمطارات الأخرى أيضا، صلالة والمطارات الإقليمية الأخرى، زيادة عدد الوجهات التي يعني تصل مطارات عمان في مطارات الدول العالمية. نعم. أضف إلى ذلك يعني عندنا هدف في مطارات عمان، وهو يعني في خدمة المسافرين، يعني أن نكون من أفضل 20 مطار. نعم. في قبل عام أو في عام 2020، ولله الحمد العام الماضي حققنا الموقع 18 في مطار مسقط، والموقع رقم 6 في صلالة على مستوى العالم. نعم. وهذا العام إن شاء الله سوف نفاجئ الجميع في شهر 2 بعد إعلان النتائج، أنه إن شاء الله مسقط يكون من أفضل 10 مطارات في العالم بإذن الله في خدمة المسافرين بإذن الله تعالى الشيخ. وأكيد تحقيق هذه الأهداف ليس هو النهاية، تنتظركم كذلك تحديات قادمة وأهداف يمكن أكبر،
وتحقيقها في هذا الوقت القياسي أتوقع يعطي مسؤولية أكبر الشيخ للفترة القادمة. ما هي طموحاتكم إن شاء الله للفترة القادمة، سواء من خلال المراكز المتقدمة اللي حققها مطار مسقط، أو حتى النمو الكبير في أعداد المسافرين، لأنه يعول على المطار في جوانب أخرى سياحية واقتصادية؟ صحيح. ويمكن الشيخ تتفق معي أنه جالس يتكامل مع المشاريع الأخرى. اليوم نشوف مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمختلف مرافقه التي افتتحت أخيرا، والربط المباشر مع مطار مسقط. أتوقع تكامل هذه الجهود له أهمية كبيرة. صحيح. احنا طبعا مثل ما تفضلت فتحنا مطار مسقط بما يسمى التشغيل التجاري في شهر 3 2018، والآن بعد 4 أشهر نكمل سنتين. نعم. وأيضا سنة من الافتتاح الرسمي. نعم. اللي كان في نوفمبر العام الماضي، والحمد لله يعني الجهود كلها متضافرة لزيادة عدد المسافرين، زيادة أيضا أحجام الشحن وإيصال البضائع يعني المستهلكين في وقت قياسي، لأنه دائما البضائع التي تأتي عبر الجو دائما أسرع من وسائل المواصلات الأخرى. نعم. تابعنا وحرصنا أنه نقدم الأفضل في إدارة المطارات، والآن هناك خطة لدى مطارات عمان أن أيضا تخرج خارج نطاق السلطنة. نعم. وتدير مطارات خارج السلطنة. نعم. ولله الحمد كانت مطارات عمان تدير مطار مسقط وصلالة، وأضيفت لرزنامة المطار مطارات عمان. نعم. الدقم وصحار، ومؤخرا حصلنا على مطار مرمول. نعم. وقرن علم وفهود، أصبحنا الآن لدينا 7 مطارات يعني داخل عمان، وإن شاء الله نسعى أنه ندير مطارات خارج السلطنة بإذن الله في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى. الشيخ، مؤخرا تم افتتاح قاعة مجان، هي أحد المرافق كذلك المهمة والجميلة حقيقة اللي يعني افتتاحها أضيف إلى المرافق المختلفة. هل خلال الفترة القادمة كذلك ستضاف مثلا مرافق معينة ستفتتح سواء في مطار مسقط أو حتى المطارات الأخرى، كون أنها كذلك تشهد نمو جيد؟ يعني على حسب التقارير الأخيرة مطار صحار سجل عدد مسافرين جيد، مطار الدقم كذلك ربما هناك خطط قريبة قادمة لزيادة عدد الرحلات. على مستوى المطارات بشكل عام، هل من أخبار مفرحة ممكن أن نحن نقدمها اليوم 18 نوفمبر؟ نعم، والله في خبر مفرح كان وأعلننا عنه من حوالي أسبوع ونصف، عن يعني وجود شركة طيران جديدة تسير رحلات من إيران. نعم. إلى صحار بشكل يومي. جميل. فهذا بيحرك مطار صحار، وبيفتح مجال أيضا للمسافرين هم يغادروا من مطار صحار إلى وجهات أخرى. نعم. مطار الدقم الآن هناك يعني تنسيق وتواصل مع أحد شركات طيران للبدء في تشغيل رحلات أيضا مباشرة إلى. نعم. إلى الدقم. مطار صلالة والله الحمد يعني كان هناك شركتين طيران جديدة في هذا الخريف، حاليا نعمل على استقطاب رحلات مباشرة، رحلات سياحية مباشرة من أوروبا. نعم. هذا أيضا حرك قطاع السياحة في الجنوب، ولله الحمد هناك يعني مواسم كثيرة سواء كانت في الشمال أو في الجنوب أو في الوسطى للسياحة. أعتقد التكامل الموجود حاليا بين المطارات تكامل جيد، هناك يعني رحلات سواء كانت مجدولة أو غير مجدولة. نعم. لبعض هذه المطارات الإقليمية تأتي من خارج السلطنة، والله الحمد يعني نسعى دوما في كل فترة أن نقدم الأفضل للمسافرين من خلال هذه المطارات. نعم. وأيضا جودة الخدمة ويعني تسريع الخدمة، القيام بالخدمة هذه بأفضل الوسائل والإمكانات،
التأكد من صحة وسلامة المسافرين هي هدفنا دائما إن شاء الله. نعم، وتأكد الشيخ أن نحن فخورين طبعا بهذه المنشأة وبما يقدمه يعني المطار. دائما الأخبار تتوالى عن تحقيق مراكز متقدمة، وهذا أكيد أمر مبهج لتحقيق الأهداف الرئيسية بالتكامل طبعا مع القطاعات الأخرى، ونحن نعيش هذه الفرحة الجميلة. كلمة أخيرة تحب توجهها لكل من يتابعنا ويستمع لنا الآن من هنا من مطار مسقط؟ أقول كل عام والجميع بألف خير، وإن شاء الله عمان كانت وما زالت مشرقة وستظل مشرقة بمنجزات النهضة المباركة تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة. وأهدي هذا اليوم النوفمبري الجميل الطيب لكل عماني ومقيم على هذه الأرض الحبيبة. شكرا جزيلا لك الشيخ أيمن الحسن الرئيس التنفيذي لمطارات عمان، سعيدين بوجودنا معكم ووجودك معنا كذلك في الاستديو. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. مستمرين معكم مستمعينا الكرام ومتابعينا في مختلف منصاتنا. فاصل قصير وراجعي لكم، لا تذهبوا بعيدا بالعماني، حرصونا.